كتير قوي بنبقى شايفين ان السيدات يعني عايزين الاشياء اللي تعلقوا فيها لو حصل مثلا تاخر انجاب وخلاص ما فيش حل غير حل الحقن المجهري، ولكن موضوع الفشل ساعات بيضايق ناس كتير قوي. ايه اسباب الفشل؟ الفشل ده طبعا اسباب الفشل دي كلمه كبيره جدا جدا في الحقن المجهري، ان والفشل بيبقى مؤلم جدا جدا نفسيا وماديا وجسمانيا للمريض. وانت متخيليش منظر المريض بيبقى عامل ايه لما بتطلع اختبار الحمل سلبي بعد العمليه. موضوع نجاح الحقن المجهري موضوع كبير كبير قوي، يعني الموضوع زي لما انا بقول لك البرنامج دوت، نجاح البرنامج ده بيعتمد على ايه؟ البرنامج ده عشان ينجح لازم بيبقى فيه معد شاطر، فيه مذيعه شاطره متفوقه، مخرج ممتاز، مدير تصوير، مدير اضاءه، كل فرد في هذا التيم لو عمل لم يؤدي عمله كما يجب المنظومه بتبوظ. كله بيكمل بعض. فنجاح يا جماعه، نجاح الحقن المجهري لا يعتمد على كفاءه الدكتور او على الشيب باشا. احنا نجاح المركز عندنا وسان رايز مجهود 120 واحد في سان رايز بيشتغلوا، من دكاتره لتمريض لاخصائيين معمل لدكاتره اخصائيين اخصاب دكاتره ذكوره، ان الجزء بتاع العمليه بيشترك في نجاح ال 100 فرد اللي بيشتغلوا في العمليه في كل واحد في دوره. يعني انا هديك امثله. هو جسم الانسان ربنا مش خلقه سبحان الله زي بعضه، مفيش واحده بتحتاج نفس البروتوكول بتاع اللي اخدته مريضه تانية، مفيش واحده بتاخد نفس الجرعه، مفيش واحده بتاخد نفس نوعيه الدواء، مفيش واحده بتاخد ايام التنشيط ابتداء من 10 ايام، واحده بتاخد 12 يوم، واحده 14 يوم، واحده 16 يوم بتوصل. لازم امتى نسحب البويضه، امتى الحقنه التفجيريه تتاخد، هل القاعده 36 ساعه؟ لا، في مريضه بديها اسحب على 38، لا في مريضه بسحب 34 لاسباب طبيه. فعشان كده هي للاسف المراكز الاطفال الانابيب فتحت كتيره، وفي بتبقى اسطمبه، اي مريض عايز تعمل حقن مجهري بروتوكول طويل المدى، طب كده نظام بالظبط كده، لو انت قريتي كيف تقود الطائره هتقدري تطيري بكره؟ مش هتقدري تطيري بكره. أيوة يعني صح. هي دي الموضوع اكبر بكثير يا جماعه من الناس بتقول لك ده حقن مجهري هتديني البروتوكول الطويل ولا القصير. فبقول لها يا فندم انا، ما واحده تقول لي لا انا عايزه كده، بقول لها حسب حالتك، انا ما اقدرش. عشان كده لما بيتصلوا بالتليفون ولا ما تقدرش، دي كارثه دلوقتي اللي هي التليفونات الكونسلتيشن او الاستشارات اللي على التليفون ولا على الانترنت، والسعر على الانترنت يقول لك العلاج هتدهوني ايه؟ ما اقدرش اقول لسيادتك علاجك ايه، لازم اقيمك، لازم اشوفك، لازم اشوف هل فشل سابق ولا لا، سنك كام سنه، الهرمونات، الاجسام المضاده بتاعتك ايه، التجلط بتاعك ايه، الحيوانات المنويه بتاعت الزوج، تكسير الحامض النووي للزوج. هي منظومه يا جماعه، يعني هو انا بقول دكتور الاخصاب الشاطر زي الترزي الشاطر، انت بتروحي له بيفصل لك فستان على حسب جسم هذا المريض. الطويل بيعمله طويل، التخين بيعمله طويل، بكده العلاج ما هواش ثابت بيتحط على كل واحده مريضه. يعني ما ينفعش ادي ادويه غده لواحده غدتها سليمه، ما ينفعش ادي ادويه سكر لواحده ما عندهاش السكر. يعني انا قصدي وده للاسف بنشوفه كل يوم، وبيجوا لنا المرضى بعلاجات ستامبا لم تفصل على هذه المريض. يعني اللي احنا نرجع تاني للنجاح، نجاح وفشل الحقن المجهري في جزء كبير بيرجع الى المريض الزوجه والزوج، جزء كبير بيرجع الى المركز الاخصاب اللي اتعمل فيه وتحضر ازاي.